سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أهند أن ندونغ درسها تهريم كتاب عمدة الأحكام للعبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. نمسنف رحمه الله تعالى هند نوكازا مانغو باب التيمم نايند مجلس يكمن أنرار. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمنا الله وإياه: باب التيمم. قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. نعم، مصنف رحمه الله تعالى عندنا هم باب التيمم بعد أبو حديث يا معاذ هم عن عمران بن حسين رضي الله عنه هم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم توم صلى الله عليه وسلم من موسيقى رأى رجلا يعني هون أمر معتزلا ويتي لم يصلي في القوم كجسوال دينوان فقال هامبا يا فلان يعني هم رمزاش اسم شهاه ما مناك أن تصلي في القوم يزو زيان رغوين ريني واتصالي ومويجان ونادام فقال هامبا يا رسول الله يون رمين جمام يزمو أصوابتني جنابه يعني سكان جناب ولا ما ولن جهن رماج فقال وموكا يعني متوم صلى الله عليه وسلم هابا عليك بالسعيد يعني وجوج لازميشا نكاف فإنه يكفيك هاوكان غزجوه توش هاو جوج لازميشا بالسعيد أروضي فإنه يكفيك أو كازي جوتوش يعني بمعنى وتيممه بدل يا هماجي أبوات يهود ندللوين غيونساوكا يمجينغا غي معذور يعني يوذري dhuriwa baada ya abu hasomesiwa baada ya abu hasomesiwa hizo yatujua cha haba alayka bisuid fa innahu yakfik yani maulama wangu una mirongozi hosoni mwao hizo wa wafikia na ukagaba ngalijua umkinishia sha ngabo inda wahamba hatabwe kaupando ngazijua umkinishiha utayamamu kangizo na kafu au kangizo na gaba au kazitsina gaba naam yani ngabo mirongozi minji harimwizo na inda lilutse na yonesawo ka ngajua umkinishiha mdu ya tayamamu hasibabu mkudi mkuu au hasibabu mkudi ntinti naam. قال رحمه الله عن عمار بن ياسر عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمره الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. نعم، حديثين بوشيل وان عمار رضي الله يعني عمار بن ياسر رضي الله عنهما قالها بعثني النبي صلى الله عليه وسلم
نتوما صلى الله عليه وسلم هاني ذيها في حاجة يعني حريم وانرغو زهاه فأجنبت بعد أبوت كان جنب فلم أجد الماء نجبر سيماجي فتمرخت يعني ويعمر بن ياسر إذو يافانيا فتمرخت في السعيد يعني هججازا غاب كما تمرخ الدابة يعني هججازا جهيلي إنياما يفنياو بمعنى ينقلي يهاه يمنيك أبو يامبيلو أكاكا فنغالي جوهو تو شاشي ينقلي يهاه يمنيك كان عنزو يفاني جماج يعني يهيزي يزيون غزون تبيا يوني هيلي يفاني يعني هسيبو انتي هججازا غابا يزيون غزون تبيا أول كاف ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبو عمار ومبكا بعد أبو تجليا نتومي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له تنفملي أزنون وزيلا إذو نافاني فقال هذا إنما يعني نتومي صلى الله عليه وسلم مبكا إنما يكفيك يعني زجو توشا أن تقول بيديك هكذا يعني أن تقول هنوه مقصودا يعني وفاني همي هنو يهاهو نمنهين ثم ضرب بيديه بعد أبو متومي صلى الله عليه وسلم هرمي هنو يهاهو ميلي الأرض ببعض الجمعة ضربة واحدة مرممزيمة ثم مسح الشمال على اليمين أهبهم هنو ممشي أهبهم يعني ممشو بهم ومه وظاهر كفيه نوبجوي يا هما جانزا يعني ده ما جانزا ووجهه هارودي هباها ووسو نعمار بن ياسر هكادو فوتي زلونغو زينو بعد متومي صلى الله عليه وسلم يالا ويعني هكادو امبهيلين حوكا هونوركا هميلوكا يعني هونو غويزو حتى حريم ويزفوه أي غوباهو لكافو حتى يزفوه حميرمو نيلي ناية حديث كتو نيسا هلي شايو نيسا كامر ممزيمة بدابو باهي مجانزا نا نووسو نا ماري حكدوفو تينامنا هينو بعد يمتوم صلى الله عليه وسلم نعم رنغوزي هونو واندوم رنغوزي واهي جمهور إمام أحمد نعوزاني نعيسحاك نعوانرو وحديثي أما أهمام رنغوزي واهي إمام شافي ده ليو هامبا يومي رموميلي بعد يابو وباهي يني هونو يعني ومهونو همانده هيلي ويزاو رانزيه مايا وهوندا هريمو يزفوه هستدلي ها حديثي شي حديثي نيو هريمو سنان سوشي لايلا سنان اندريني ها دارا كتني هامبا إما يعني ونزوني ونسا وكايا حديث غير ضعيف نا حديث إنو غير ونساو وكايا امريكاو ها هجتهيدي أبوغ معذور ربش وكا هذيوا أما كم لك جفني جتهيد هفني إبادة يعني إبادة يلان قد يرجزا أما كافني جتهد يعني هفني جتهيد بعد يبوها هذيوا يعني إبادة يلا يكي يرج يكي رجزا جهل عمار يفني هل نهوكا فكير كم يزوز نغبيا هما لو وقتي يلون إيماجي يا يزوي زنغوزون تبيا هاما مثلا
wandu wende harimu amji au wandu wende bahanu kwa tujua ye kibla ikawa wandu ozisa wandu wahula badabo wawekezwa na hii hauka kwa jahunda wandu chawafanya jitahidi wajitahidi aboye swala ila kwa na huirejeza ama kawa tohenda waboso hen umala wanzao waka wandu bala kwa jawozisa ya ibada ila wajo wajo hirejeza hauka kwa jafanya ya jitahidi ya hau yani namtu yakinisha kama thalan hula si uboso yani lejua si ulifinja uhau hunu ijo mkinishia ke kiblanda hunu hauri kama mathala ni mbeni riha parti ya nume hula uri hama ala jahula haa si na yani jitahidi ya hatu narifani kasi uboso hunu haa apu hapa angabu wandu mathala ni rende mbuda bada asamlini angabu wandu wa mbude bala ngebido uo haumwone umahala hula wako uboso ati parwenda mahala fulani bada asamlini walu karibu mahala huno na uboso huno yani almuhimu mfanye jitahidi ya hano ama kamtoda za uboso heni mahala wabo uboso wala kujafanya jitahidi ikanga po wandu ngojo zisa yonde jitahidi ya hahu eka watu wangu tufanye jitahidi ya hafu na Qala rahimahullah An Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli nusirtu bir-ru'bi masirat shahrin وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة نعم أما الحديثين ومسنف رحمه الله تعالى أبو كان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما hamba anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam akala wakamtume sallallahu alayhi wa sallam hamba ukia utuitu khamsan yani tinikwa rungu ntsanu lam yonto hunna ahadum minal ambiya kabli yani rungu ntsanu ikawo kasjaniki wa ima nabi wa kabada mim ze rungu ntsanu zin ayy waka kabla ya mim Nungwenta nwikawo zini kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam kasijaniki wa imitume hawize nabii zaka kabla ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na tinde ya adadi inu shabu hatu hamba nungwenta. Hamba ya handani nusurtu biru masirata shaharin. Yani tinikiwa ukaa imaduiwa hangu onja uhara. Ikawa nishia kanga mwajili hiyo panza la mwendo wa mwezi hamba wajuilatilia al-ardhu masjidan wa tahura baada ya hapo tijailiwa ya arudhi yani umsihiri wa tahura lotwahara yani bimana masjidan henni bahanu wojojwa uswali yonde maana masjidan ni bahanu wojojwa uswali watahuran sibahile kafu lotwahara yani arudhi yotwahara amba fa ayyuma rajulun rajulin hennamru min ummati wa umma wangu adraktuhu sala sala amparisa falyuswali yani na swali haukangu jojua ya swali ibala yani bimana abo umma ze umma muzabira yoke juzu mri ya swali ye heni bahanu wa parisa cha sharuti no bahanu waadaliwa kabala buswaliwa
hata kamru hasafiri gabidiyo parise mahala huandaliwa hau hasafiri harejei kanajwa uswali tuti ndo mahala uhula naam ambawa tohura ntibahi lekafu loto ahara haukaze umma zabira lekafu kaljeje liwaka wajoju wa utamamu هم بوا أحلت لي الخال المخان يا بو ينزل هندي الخنائم فنو هم بالمخان ها نعم baada ya boti jeliwa zeghanima yani dizura wana rapari saharimwa imadiwa hatu harimwa yukodo ni izo kawe yani kime islamu wa shindie madui wa ranzi zindubala zilande zikuwa ambilwa ghanima wajure nga wenzawu ama ze umma zadhira uze hantibala baada ya bubala wa mroho winguni zijazi visi ya zinduzila eka kazi kabajala wa mdo inguni za jazabise zindu zila hapwe mkodo keja kiri haunga po mdo yafanya kulu liani ya rengamba hindu ya ziha amba wala mtahil kazi jahalalishi wali ahadi nkabli yani zinabi zavira hauze umma zavira amba wa utuitu shafaa baada abo tinikiwa le shufama ulutihu ya kiyama izjoka ukaba ngo maudu bango ntio ya kiyama ukamtume sallallahu alayhi wasallama hanikuiwa le shufa baada hapo ndo wajewa tolo harimwa zitabu zaho bango ni kiyama hamba wakana nabii sallallahu alayhi wasallam nikaya mtume yani mitume yadhira yubathu ila qaumihi khaswa wakaudobe hwa ikawmu ya hao basi hamba wabuithu badabo tibewa ila nasi ama ya nitibeshewa wanadamu otipi ruwarabu remafurika pia mtume sallallahu alayhi wa sallama hatheshewa rawakana nabii kabla ya mtume rawatukanao cha mtume sallallahu alayhi wa sallama hatheshewa na hiyo dalilu hiyo ni sauka asili yake arudhi yoto ahara na ya hadithi ngeyo ni sauka angwa jojo uswalia heni bahanu wa parisa adima hala wa haraziwa na mongo ni mwiho do mazamoni mongo ni mwiho do mazamoni ama eswala ya mfu yema ulama wone sokai maana kayo kiru swale hula ila yo ila duwa yani asli yake swala ya mfu ila duwa au kango muombele duwa au kango vumizo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada yapo kuswalia mtume sallallahu alayhi wasallam ahombelea baada yapo jombelea mfu duwa na uwodo kamili fuyoka duwa yuka mustajabu ka utendovu miza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngehuswalia mtume sallallahu alayhi wa sallam ngehu omboe duwa ya haho gila demana yeheli hiyo bal hata yani Sheikh Ahmad gabo shantu shile ya almi ya mbukange jujuzu swale swala ya mfu batina batina umbu ahlu dhahiri bahi hauka bala ngwa mumbelo duwa ya mfuola robeshu waka bala kabati kaburi bala uswali yao chara nzi huandali waka hula mazamoni kena humkinishiha umahala wasa ya mahala wanajisi
كنا هم كنيشي هاو سواليه ما لا هو نجيس ايا رارو mahala uko fungiwa ngania shanga zijo huja imana wazilwa tuka imazi ngania haule kojolo na jisi shayi khususiwa jeheli ikawo khususiwa kauta waze ikahulie Inyama ya hayo. Henry, haukamtume sallallahu alayhi wa sallam hauzisiwa yangarjojo swali ya imala. Yani, zembe zifungu wa hamba naam. Hamba yangarjojo swali ya imala zifungu wa hamba naam. Shabu ya jayu ya uzisiwa malahi zingamia. Hamba kena humkinishiha. Kena humkinishiha. Yani, baadhi ya maulama waonese hikima ya yabuka. Nabu hadithi yonesauka ilahi umwa ha nina shaitwani yani ile kalima li jaheli yoka yani yo babiyo nza yo hanzuka na khuluka za kisheto na hauka yoto doanzo rema mundu no tabisha mundu yani waonesa hikami yo shai hadithi toje yonesauka ho zisiwa wa maalazinga niyazi fungi wao badabu hambala kenahu kena humkinishiha huma hala wasa ya mshanani kena humkinishiha uswaliye mshanani hauka hula wanzoka mazetwani bala hata ngabu maulama unisoka hata harimu wa isa tuhangarujua habibi de bet ha je de satu yahe umshana de beto ya umshana hawe ya ruwa ya umshana baada ya bu wakhtalifiani maulama wakhtalifiana huswali ya mahala kwa hankudi yani mdo majaju yu no mahala huwasi majizara mahala hutinzi wawezi nyama na buhara henzi ya na iswala ya farudhi yani hundo mahala wa khitalifiana no swali ya farudhi humunahi al-kaaba wa khitalifiana tena yani ngabu wara jihisa ukaya ngojojwa uswali ya humahala ya numala zinyama ziko tinziwa no majaju kanga ungi hutoa hara no buhara henzi ama kangojo kautabisha wanadamu hiyo maudhu ya saa ama ngabo nesoka ekainu arudhi ya hibwa kena humkinishiha uswali humahalani hula hakaida we hantuka heni nahi yaktadu ilfasad na uharaziziwa uka uti hibe Onesa kayo inu haki ya mrumdu wa jina kena humkinishi ya uswali. Shanga mwambuka madama zenguzo. Eswala itini ya zenguzo zahazo. Nezifarudhi zahazo. Eswala isuihisha gohundo madhambi. Naam. Ha? Ya warakaza ya bu. Wa sallallahu ala sallam Muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa sallam.